مشاهدينا متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق أول الأشواط الصباحية الخاصة بالسباق التمهيدي الرابع للمفاريد في هذا الصباح. ما شاء الله بهذا الحضور المميز والكبير، بهذه الأسماء المميزة الحاضرة في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة. نسير مع أول الأشواط الصباحية، شوط خاص بالإبكار، هناك الصدارة، المركز الأول، أول الأسماء نيران من تفتتح النداء والإذاعة، نهيان بن محمد بن سعيد بالورع العفاري يقدم لنا نيران مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني عسيلة مسفر بن علي بن عبيد السناري يقدم لنا أيضا هذا الاسم المميز مع ثاني التحديات، بينما المركز الثالث أتابع التقدم والوصول في هذه اللحظات من القادمة هنا في هذا المسار. تصل هنا أيضا الجازي أحمد بن راشد بن حسن بوجسوم البدر يصل ليقدم لنا انطلاقة وحضور أيضا الجازي. المركز الرابع وصلت الجزيرة ناصر بن أحمد بن محمد أشقيري المهندي، لكن شوف الأسماء القادمة وصلت هنا نارية فرج بن جابر بن محمد العاض المري يصل ليقدم لنا هذا الاسم أيضا من خلال تواجد نارية. شوف القدوم، شوف الوصول، شعار بن عرج يأتي أيضا بهذا الحضور من خلال تواجد العزرة راشد بن سعيد بن صالح الجربوع المري، ولكن بالورع العفاري مع الصدارة مع المركز الأول يقدم لنا شعاره، يقدم لنا انطلاقة نيران، ولكن السناري مع الأمتار الأخيرة وأيضا بالعرج قادم ثلاثية مميزة الأمتار الأخيرة. ما شاء الله شوف هذا المشهد، ولكن العزرة مع الأمتار الأخيرة تحسم الأمور. سلام العزرة، سلام، سلام بالعرج، سلام، أسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار. راشد بن سعيد بن صالح الجربوع المري يحقق أول الأشواط الصباحية، يختطف الناموس والانتصار مع العزرة بشعار راشد بن سعيد بن صالح الجربوع المري، مقدما لنا هذا الأداء المميز من خلال تواجد هذا الاسم المميز والكبير. العزرة تثبت الوجود وتنتزع أول الأشواط الصباحية بالسباق التمهيدي الرابع. تهانينا والناموس يا بالعرج على هذا الفوز والانتصار. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، كان الحضور المميز أيضا مع المركز الثاني نيران لنهيان بن محمد بن سعيد بن ورع العفاري، والمركز الثالث وصلت عسيلة مسفر بن علي بن عبيد السناري، والمركز الرابع كان الوصول من نارية لفرج بن جابر العاض المري، والمركز الخامس وصلت شيء لجديع بن قايد بن ضاوي البقمي. تابعنا هذا الشوط، ولكن حضر بالعرج بحضور الكبار دقيقتين خمس ثواني 79 جزءا من الثانية. ما شاء الله توقيت مميز، نوعية مميزة تحضر بهذا الصباح مع أول الأشواط الصباحية. المركز الثاني كان الوصول أيضا من نيران اللي ما قصرت في هذا الشوط لنهيان بن محمد بن سعيد بن ورع العفاري، دقيقتين خمس ثواني 95 جزءا من الثانية هو التوقيت الزمني أيضا. بينما المركز الثالث وصلت عسيل المسفر بن علي بن عبيد السناري، دقيقتين 6 ثواني 13 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمسفر بن علي بن عبيد السناري، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.